اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه بنرحب بالاستاذ عماد الحسيني رئيس اتحاد السلاح المصري. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. منور قناه النادي الاهلي. ربنا يحفظك. لقاء تاخر بس في الميعاد ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضرتك. وبنرحب بالكابتن احمد سمير الميداني عضو مجلس اداره ومدير بطوله كاس العالم القادم اللي هتعمل من فتره من 25 ل 27 فبراير الحالي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك. منور شاشه قناه النادي الاهلي. بنورك. ربنا يخليك. يعني دايما الناجحين دايما بيكونوا منورين اي مكان. ربنا يخليك. ميرسي على الاستضافه الكريمه. أعزائي المشاهدين، عملنا تقرير عن السلاح المصري، خلينا نشوف التقرير ده وجه حضراتكم تاني. نجح الاتحاد المصري للسلاح برئاسة المهندس عبد المنعم الحسيني في الحصول على شرف استضافة مصر لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش والمقرر إقامتها على مجمع صالات استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 25 وحتى 27 من فبراير الجاري. واستطاع اتحاد السلاح خطف الأنظار خلال الفترة الماضية بعدما وصل الناشئ الواعد محمد السيد لربع نهائي أولمبياد طوكيو الماضية، كما حصل المنتخب المصري لسلاح الشيش على المركز الثامن بالبطولة ذاتها. وكان اتحاد السلاح صاحب العدد الأكبر من الاتحادات المشاركة في الألعاب الأولمبية بعدما تأهل منه 14 لاعبا ولاعبة. وعقب نهاية الألعاب الأولمبية بدأ اتحاد السلاح في الاستعداد بقوة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر إقامتها صيف عام 2024 بالعاصمة الفرنسية باريس، آملا في حصد الميدالية الأولمبية الثانية، حيث كان علاء أبو القاسم هو صاحب الميدالية الأولى بعدما حققها في أولمبياد طوكيو عام 2012. وحقق لاعبو منتخبنا الوطني العديد من الميداليات خلال الفترة الأخيرة، من أبرزها فوز منتخب الشباب بذهبية كأس العالم لسلاح المبارزة والتي أقيمت بصربيا، إضافة إلى ذهبية نفس البطولة في البحرين، وهو ما نتج عنه تصدر محمد ياسين لصدارة التصنيف العالمي للشباب تحت 20 عاما، وتلاه في الترتيب زميله محمد السيد في المركز الثاني. ويمتلك الاتحاد حاليا قاعدة كبيرة من اللاعبين ولديهم آمال عريضة للمنافسة مع كبرى المدارس والدول الأوروبية والعالمية بعدما نجحوا في الفوز على العديد منهم وأصبحوا ندا قويا لهم في كافة الأحداث الكبرى. أهلا بحضراتكم من جديد. كابتن عمنا مأجل حضرتك طبعا، يعني عشان برضو السادة المشاهدين يتخيلوا، حضرتك توليت المسؤولية رئاسة الاتحاد الدورة اللي فاتت من 2017، صح كلامي مظبوط؟ مظبوط. وأربع سنوات من الشغل، وبعد كده توليت المسؤولية تاني دورة تانية. أول ما مسكت الاتحاد فكرت إزاي؟ إيه البلان اللي حضرتك حطتها؟ الحقيقة أنا كنت مش غريب على الاتحاد، أنا كنت قبل كده سكرتير عام الاتحاد، ووفقا لقانون الرياضة كان بعد ما بتقعد دورتين لازم تخرج بره الاتحاد، فأنا خرجت لمدة 8 سنوات ورجعت تاني. الاتحاد السابق لينا احنا اول حاجه عملناها ان احنا ما غيرناش في اللي هم عاملينه، هم كانوا ماشيين بطريقه منظمه جدا، فاحنا لقينا الارض تسمح ان احنا نكمل ما بداوه، فما ابتديناش من الصفر، بالعكس احنا ابتدينا من مطرح بالظبط هم انتهوا ابتدينا وكملنا على شغلهم. فالنتائج اللي بتحصل دلوقتي دي هي نتائج الاتحاد اللي انا كنت رئيسه، والاتحاد اللي يسبق حضوري كان برضو زميلنا المهندس تامر حازم زين العابدين، هو كان رئيس الاتحاد. اهنيك على كلامك. واحنا بنكمل. اهنيك ان حضرتك يعني مش بتستاثر بالانجاز لنفسك ولا حاجه. ما انا قلت فرسان الاخلاق ولا قلتها في المقدمه الحقيقه، وحكيت الموقف اللي يعني حصل، ولكن يعني انا اهنيك بصراحه. السلاح كله اسره واحده. تامر حازم اللي هو كان رئيس الاتحاد السابق ليا هو زميل ملعب، يعني هو يصغرني باربع خمس سنوات، لكن كان من الجيل بتاعنا برضو او لحقنا واحنا بنلعب في الاخر، وكان الاتحاد تحت قيادته كان ممتاز جدا، وكابتن احمد سمير كان عضو في مجلس اداره هذا الاتحاد. احنا عملنا خطه ان احنا ازاي نهتم بقاعده الناشئين، وحطينا اهداف قصيره الاجل ومتوسطه الاجل وطويله الاجل، وكل فتره بنعيد حساباتنا وبنشوف هل الخطه اللي احنا عملناها احنا ماشيين فيها من كافه الجوانب
سليمه ولا محتاجه لتعديل. لو هقول الخطه عباره عن كانت عباره عن جزء فني اللي احنا هنعمل ايه في دوره طوكيو، دي كانت البدايه يعني، كانت البدايه اقرب بدايه ليكم يعني، وفي نفس الوقت ايه تصنيفنا العالمي خلال الاربع سنوات الاولى. ثم عندنا الخطه اللي هي متوسطه الاجل اللي هي ان شاء الله باريس والاعداد ليها، وبرده التصنيف الفني على التصنيف العالمي. ثم اخر حاجه اللي هي ان شاء الله اولمبياد لوس انجلوس اللي هي هتتلعب 2028 باذن الله. ده الشق الفني. الشق الثاني اللي هو لا يقل اهميه هو الشق اللي احنا ازاي نجتذب اكبر بطولات تقام على ارض مصر، ونوري العالم كله البنيه التحتيه الرياضيه في مصر والتطورات اللي حصلت فيها. وده نجحنا في 2018 ان احنا نستضيف بطوله العالم للرواد، ثم 2021 بطوله العالم للناشئين اللي هي اقيمت في ابريل، وكانت اول مره في تاريخنا اللي احنا نحصل على 5 ميداليات في البطوله دي على مستوى الفردي والفرق، وكانت اول مره. دي كانت البدايه، كانت البدايه اللي احنا بتورينا اللي احنا فنيا ماشيين صح، وتنظيميا اللي احنا عملنا كان نشاط السلاح متوقف في العالم كله، وكنا احتمال ان هي البطوله تقام كان احتمال ضعيف، الا ان تنظيم مصر لبطوله كاس العالم في كره اليد كان مشجع ومحافظ للاتحاد الدولي واللجنه الاولمبيه الدوليه ان هم يقولوا طب نجرب السلاح. كمان بطوله السلاح، وبصفه خاصه ان رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه هو لاعب سلاح توماس باخ صحيح. فعملنا البطوله على افضل ما يكون، والاتحاد الدولي كرم الدوله المصريه بمنحه جائزه اللعب النظيف للدوله المصريه على اجادتها في التنظيم في هذه الظروف. ثم ان شاء الله في شهر 7 اللي جاي، دي بقى يعني افضل في شهر 2 اللي جاي ده بقى ان شاء الله في شهر 2 اللي جاي في كاس العالم 25 ثم في شهر 7 بطوله العالم، هو اقوى أكبر. حدث اكبر حدث بعد الدوره الاولمبيه هو بطوله العالم، ودي ان شاء الله برضه من ضمن الاجنده بتاعتنا اللي احنا نخلي مصر موجوده دايما في هذه البطولات. البعد الثالث اللي احنا اشتغلنا عليه هو التواجد المصري في المحافل الدوليه، كان انخفض شويه التمثيل صحيح. بتاعنا في الاتحاد الافريقي والاتحاد العربي والاتحاد البحر المتوسط والاتحاد الدولي، الكوادر الاداريه لازم تخش في الشباب في مطابخ القرار العالمي والاقليمي. النهارده اصبح لينا تواجد قوي جدا في كافه الاتحادات، الاتحاد الدولي، الاتحاد العربي، الاتحاد الافريقي، الاتحاد البحر المتوسط، وفي كافه اللجان. حضرتك نائب رئيس الاتحاد الدولي. الحمد لله ربنا وفقنا في اللي انا بقى نائب رئيس الاتحاد الدولي لاول مره بتحصل، نتيجه اللي مصر عملته ان مصر نظمت بطولات في وقت كان الكل الدول بتخاف تنظم، ان البنيه التحتيه، ان الاهتمام القياده السياسيه ووزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه ادى دافع ان كان اي حد هيتقدم من مصر هو بيدوله عشان هو مصري. يعني احنا نجحنا 6 في اللجان الاتحاد الدولي، بالاضافه الى ان الاتحاد الدولي ليه كم نائب؟ الاتحاد الدولي ليه 3 نواب بالانتخاب. فالحمد لله ربنا. اقول لك على حاجه يا كابتن، والله احنا هنا في البرنامج وعلى الترابيزه دي قلنا ان اللي بيحصل في مصر استضافة البطولات وبنية تحتية ومظهر كبير جدا وقدرتها على تنظيم الأحداث العالمية هيدعم ولادها في كل حتة. حضرتك بتأكد الكلام اللي احنا قلناه ان ده مردوده هيبقى تباعا، وحضرتك نلت شرف وثقة الجمعية العمومية انت تبقى نائب. الكلام اللي حضرتك قلته صحيح. في الاتحاد السلاح انت الأول بتنتخب من ضمن 140 دولة، بتنتخب مين؟ 15 واحد يخشوا كمكتب تنفيذي، ثم جوه المكتب التنفيذي بيبقوا يختاروا 5 فقط لا غير. يعني فانا صفوة الصفوة بالظبط. فانا الحمد لله ربنا وفقني وكرمني عشان اللي حضرتك تفضلت قلت التطور الرياضي في مصر، وقوف مصر رياضيا في مراتب متقدمه جدا دلوقتي، فانا حصلت على اعلى الاصوات في ضمن المرشحين الحمد لله. ودي مسؤوليه، وانا بعتبر زي كنت بقول للزملاء دي البدايه، يعني احنا دي الوسيله اللي هتخلينا اللي احنا ازاي نفكر يعني نطور الرياضه السلاح في مصر. ما هياش هي الغايه اللي احنا وصلنا لهذا المنصب، لكن هي وسيله ان شاء الله اللي احنا نقدر نخدم المجتمع الدولي في السلاح، وفي مقدمه المجتمع الدولي ان شاء الله بلدنا الحبيبه. يعني ربنا يفتح عليك والله العظيم يا كابتن، انا سعيد جدا بكلامك. حاجه انا مش قادر اعلق ولا اقول حاجه، انت قلت ما شاء الله قلت كلام الحقيقه يعني حرك مشاعرنا كلها. كابتن احمد اجل حضرتك يعني اكيد وجودك في منظومه ناجحه زي دي، ومش بس كده يعني اللي المجلس يختار حضرتك برئاسه طبعا الكابتن عبد المنعم يختار حضرتك مدير بطوله كاس العالم القادمه، فدي مسؤوليه. اكيد. كلمني عن استعدادك وازاي عدد الفرقه المشاركه كام؟ انا سامع ان هم 33 دوله. عامل ايه؟ شايف البطوله ازاي ومستعد لها ازاي؟ يعني البطوله شارك فيها لغايه دلوقتي 187 لاعب، 33 دوله، 22 فريق سجل حتى الان.
الاستعداد ابتدى من اول يوم زي ما حضرتك تفضلت كده بعد الانتخابات مباشره. كابتن عبد المنعم موزع الملفات على كل الزملاء، وكان احد المهام الموكله ليا اداره بطوله كاس العالم ولجنه المسابقات والحكام، فكان لازم يحصل ضبط للايقاع الاداري والفني خلال الفتره دي. حلو. ابتدى ب برنامج المسابقات المحلي، كان لازم يبقى فيه منحنى متدرج متوافق مع الموسم الدولي. تخلل ذلك بعض المعسكرات، دلوقتي الولاد معسكرين في المركز الأولمبي استعدادا لكأس العالم. كأس العالم. طيب الصداع دايما بيجي، يعني انت عارف طبعا انا هتكلم ايه، الصداع دايما في رأس كل الاتحادات وهو التمويل. التمويل والميزانيات والبادجت اللي بتتوفر. طبعا احنا معانا قامه كبيره اقتصاديه زي الكابتن عبد المنعم الحقيقه، فاكيد هو ما عندوش مشكله في الكلام ده، ربنا يزيده يعني، بس وعنده فكر يعني، راجل كان بيرأس احد البنوك الكبرى يعني. ولكن انتوا كاتحاد اكيد زي الاتحادات الالعاب الاولمبيه عندكم مشاكل في التمويل، حليتوا ده ازاي؟ بص مش هقول ان مفيش مشاكل طبعا، لكن الحقيقه يعني ان الوزير السيد الدكتور اشرف صبحي على اتصال دائم سواء بكابتن منعم او بيا، متابع جيد جدا. لما تعثرنا لجأت الكابتن منعم وحصل لقاء والمشكله الماليه اتحلت فورا يعني. فدي حقيقه يعني، ان شاء الله ما عندناش مشكله في التمويل على فكره. الله. مش اول اتحاد يقول لي كده، مش اول اتحاد يقول لي ان الدكتور اشرف صبحي على تواصل معاه، حتى يعني الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه البارالمبيه الحقيقه الجديد قال لي ان هو قعد مع دكتور اشرف صبحي وقال له ان الدعم هيكون موجود ما تقلقوش، بس عايزكم تروحوا لابعد نقطه بمصر. فبتهيألي ده بيبقى حاجه كويسه ان انت لو حتى عندك بلان كويسه، خاصه النتائج اللي عملتوها في طوكيو تشجع اي وزير انه يساعدكم. الحقيقة هو ما تأخرش، احنا كنا في اجتماع مع سيادة الوزير من 3 أيام واطلع على كل الملف وفورا يعني خدنا الدعم المطلوب. طيب أول الفرق الجاية هل عندكم خطة يعني؟ خلاص احنا بنتكلم 25 فبراير أمريكا أول دولة هتوصل بكرة إن شاء الله. هتوصل بكرة إن شاء الله. مجهزين لاستقبال الفرق، منسقين مع المطار، مع الاستقبال، تخليص الإجراءات في المطار، الحاجات دي هل هيبقى فيه بابل ولا لا؟ عايز تفاصيل. اللجان المختصة كلها بتشتغل في تناغم، وتناغم كلمة حقيقية مش ما بقصدش بيها أي تجاوز يعني. يعني وصل لمرحلة التنسيق إنه وصل فيه تناغم بقى. خلاص دي حقيقة بقى. دي حقيقة. مش هتبقى بابل، هتبقى سيمي بابل كل، بس مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها سواء في منظمة الصحة العالمية أو وزارة الصحة أو حتى البوكلو بتاع الاتحاد الدولي. ممتاز. طيب وده بالنسبة للبابل. طب بالنسبة للإجراءات واللجان والتنقلات، هل هيبقى كل فرقة في أوتيل واحد؟ هل هتقسموا الفرق؟ خاصة البطولة كلها تعمل في استاد القاهرة. هل هيبقى كله في مكان إقامة واحد؟ لأن 33 منتخب بعدد كبير، بتتكلم في 32 دولة. 33 دولة أنا آسف، 22 فريق سجلوا حتى الآن، 187 لاعب. بتفكر الموضوع ده يتدار إزاي؟ لا هو مش بنفكر، هو خلاص خلص حسم يعني. يتدار إزاي؟ الدار بإن إحنا فعلا زي ما سيادتك تفضلت كده، الإقامة في فندق واحد في أحد الفنادق الخاصة بأحد الجهات وتم الاتفاق معاها، والفندق بالكامل محجوز للاتحاد المصري كله يعني، كل النزلاء هيبقوا البطولة خاصين إن شاء الله، ومحطوط فيه مجهز باللجنة الطبية باللجان المختلفة الخاصة بالبطولة زي الكنترول والكروم وكل الحاجات المتخصصة في السلاح بخلاف اللجنة الطبية. طيب هل في مندوبين من الاتحاد الدولي جت يطلعوا على الاستعدادات ولا بيجوا على البطولة؟ لا بيبقى في طبعا اوبزرفر بيطلع على كل التفاصيل سواء بانه بيجي قبل البطولة بفترة كافية او بيبقى بالزوم ميتنج خلال الفترة اللي فاتت، بيتابع كل الاستعدادات طبعاً كل حاجة. طبعا. طب هل يعني برضو انا بحب دايما الاحداث العالمية دي ان انا استغلها في ان انا اوصل صورة مصر الجديدة، الجمهورية الجديدة، الروح الجديدة اللي في مصر. هل انتوا عاملين بلان كاتحاد؟ وانا كنت سعيد جدا بكلام الاستاذ عبد المنعم ان هو قال ان احنا مصر في مرحله هي اللي ساعدتني ان انا اخش ابقى نائب رئيس اتحاد دولي، فحدث زي ده لازم استغله، استغله بكل الجهات. هل انتوا جاهزين بحاجه زي كده؟
انا مش فاهم السؤال تاني. انت عندك حدث زي على ارض الوطن فانت محتاج تستغله في كل شيء. هل مثلا عندك زيارات ميدانيه سياحيه منظمها للفرق؟ هل في ميديا واعلام ومركز اعلامي كبير هتعمله البطوله؟ ازاي هتستغل الحدث ده في ان انت توصل الشكل الدوله الجديده بالبنيتها التحتيه بالجمهوريه الجديده؟ هو ده سؤال. حاضر. بالنسبه للشق الاول الزيارات للمعالم وخلافه في بطوله كاس العالم لا، لان هي بطوله مدتها محدوده 3 ايام من 25 ل 27 اليومين الاولين فردي اليوم الثالث فرق، فمش هيبقى في برنامج للزيارات. لكن فيما يخص ان انت تظهر شكل مصر الجديد من خلال الشاشات العرض في داخل الاستاد داخل صالة اللعب، هيكون في مش برزنتيشن اكتر من برزنتيشن يوضح الاعمال الجديده اللي حصلت في مصر والبطولات وخلافه. حلو جدا. وكمان يمكن بقترح كمان يا استاذ عبد المنعم ان احنا ممكن يعني لو في فرقه مثلا البطوله 3 ايام هو مش هيخلص البطوله ويسافر، اقترح من عندي يمكن ما اعرفش حضرتك، ممكن في فتره اللي بعديها اللي هو يوم او اتنين مستني رحلته ممكن ينظم لبعض الفرق بعض الزيارات زي ما هم بيحبوا يروحوا الاهرامات، بيحبوا يروحوا المتحف المصري الجديد، يعني مكان المتحف المصري الجديد ولسه ما اتفتحش، متحف الحضارات، يعني قصدي اقول لك الحاجات دي بتبقى ليها امباكت كويس جدا. الامباكت بتاعها بيبقى طبعا ايجابي جدا، وده كان بيتم في البطولات اللي قبل ما يحصل الكوفيد. نعم. كان بيبقى في تنسيق مع وزاره السياحه، واحنا لما استضفنا بطوله عالم للرواد كان في رحلات يوميه للاهرامات. ممتاز ممتاز. وكان في للمتحف المصري، وكان معالي وزير السياحه والاثار كان بيفتح المتحف المصري مساء مخصوص للوفود. صحيح. اللي جايه بتلعب رياضه السلاح، وانبهروا بالحضاره المصريه في الوقت اللي احنا بنعمل فيه ظروف جائحه كورونا. بيبقى الخروج عن الملعب للفندق فقط، فلو حد خرج بره الملعب راح حاجه غير الفندق لازم هيعيد الاجراءات الثانيه اللي هي المساحات الطبيه. حتى لو بعد البطوله؟ هي البطولة أول يومين فردي وآخر يوم فرق، فحتى اللي مش هيوفق في الفردي أول وتاني يوم هيروح هيستنى يلعب الفرق. طيب. فما طيب. يخرجش. لا أنا قصدي أقول لك بعد البطولة مثلا. بعد البطولة اكتراح. بعد البطولة بعد يوم 27 الموجود 28. الموجود طبعا هم يقدروا يخرجوا بره السيمي بابل المعمولة وإحنا بنسهل، وفي جوه إدارة جوه وزارة شباب الرياضة مسؤولة عن السياحة الرياضية بيبقى في تنسيق معاها وكل الرحلات بتبقى مجانا. يعني ممتاز طبعا. طبعا. فيعني الدوله المصريه زي ما حضرتك قلت تفضلت في كل التفاصيل اللي ممكن ان احنا نهتم بيها باظهار الوجه الحضاري لمصر والجمهوريه الجديده. صحيح. ان شاء الله خاصه اللعيبه دي والجهاز الفني يعني طبعا على السوشيال ميديا والوسائل الاعلام المختلفه ليهم صفحاتهم وليهم متابعينهم على مستوى العالم، فالحقيقه لما لاعب مشهور زي ده بيبقى حاطط صورته وهو بيتحرك بامان وبثقه وبعد البطوله بياخد صوره مع الاهرامات، اكيد دي دعايه كبيره جدا للدوله المصريه. بس خليني عايز اروح للناحيه الفنيه، هنتكلم عن توقعاتك، احنا اتكلمنا طبعا عن الاداريه والشكل التنظيمي، ولكن يهمني برضه اشوف احنا هنعمل ايه في البطوله. بس خليني اسمع رد حضرتك بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين هنروح لفاصل سريع ونرجع نعرف بطوله كاس العالم القادمه في السلاح ايه موقفنا، استعداداتنا ايه الفنيه، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الناحيه الفنيه، الاتحاد ناجح اداريا زي ما حضراتكم شفتوا بكل المقاييس والمعايير، ولكن الناحيه الفنيه بنذكر خامس اولمبياد في الفرق في الفردي، سادس سابع ثامن اولمبياد طوكيو اللي فات، وهو في انجاز جديد. يعني الناحيه الفنيه ما شاء الله حدث ولا حرج، والناجح بيبقى ناجح في كل حاجه على فكره، ما بيبقاش واخد حاجه او حاجه لا. كاس العالم اللي جاي شايفه ازاي؟ هل حظوظ مصر عاليه؟ مستعد له بشكل جيد؟ هتشارك بالصغيرين؟ هتشارك بالكبار؟ يعني كلمنا الناحيه الفنيه في كاس العالم. باذن الله هنشارك بالفريق الكبير فقط، وطبعا احنا حصل معانا في اتحاد السلاح نفس اللي حصل مع النادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه، وفي نفس الوقت المنتخب القومي كان بيلعب في الكاميرون. احنا الاتحاد الافريقي غلط غلطه وحط بطوله افريقيا للشباب وللناشئين في نفس الايام اللي هتلعب بيها بطوله كاس العالم في مصر، ما اختارش غير الثلاث ايام دول. واحتجينا لدى الاتحاد الدولي، وفي الاخر توافقنا ان احنا هنلعب بالفرقه الاول فقط، والفريق اللي ان شاء الله بتاع الناشئين والشباب مسافرين النهارده بالليل هيروحوا يلعبوا افريقيا. فين بقى بطوله افريقيا؟ في نيجيريا. في نيجيريا. بس هم زعلانين قوي يعني ان شاء الله بس تمثيل مصر في اي مكان يبارك لهم ان هم يحافظوا على لقبهم
كأبطال أفريقيا. نرجع للبطولة هنا، إحنا مصر في سلاح الشيش اللي هي بطولة كأس العالم هتقام، إحنا وصلنا في السابع عالميا ما شاء الله، وبنأمل إن إحنا نحسن هذا التصنيف بحيث إن إحنا إن شاء الله لما نروح نشارك في بطولة أولمبياد باريس 2024 ما نبقاش في المركز السابع، فنضطر نقابل في دور الثمانية الدور الثاني، الدور يبقى حنين، المصنف تقدر تقرب من ميدالية أكتر. بالظبط. فده اللي احنا شغالين عليه دلوقتي، اللي احنا بنحاول على قد ما نقدر اللي احنا في الأولمبياد بتاعت باريس سلاح الشيش هيبقى تصنيفه الخامس أو السادس. بالنسبة لنا الخامس يعني زي الرابع، إن الخامس يلعب مع الرابع ما تفرقش، السادس يلعب مع الثالث برضه يبقى فرصنا معقوله افضل ما نبقى احنا كنا في دوري طوكيو الثامن فلعبنا مع الاول وعملنا جيم عالي جدا بس في الاخر خسرنا فرق لمستين، فدي اللي احنا واخدين بالنا منها. على مستوى الفردي احنا البطوله عندنا بطلين اللي هو علاء ابو القاسم طبعا، وده كابتن الفريق والنجم كبير بتاع السلاح في مصر وموفق وعامل فورمه كويسه وخد ميداليه اول يعني وطلع الثاني في اولمبياد لندن، هو تصنيفه الحالي ال 12 على العالم في الفردي. نعم. وعندنا البطل محمد حمزه تصنيفه ال 14 على العالم. نعم. دول ما بيلعبوش في الادوار التمهيديه لان هم اول 16 مصنفين اول 16 فهم بيشاركوا في اليوم التالي مباشره هو يوم السبت من ضمن ال 64 بالظبط كده، وبيلعبوا من اول خروج المغلوب. فاحنا عندنا الحمد لله اثنين داخلين في دور ال 64، نتمنى لهم التوفيق ونقف برضو جنب بقيه الشباب اللي هيلعبوا. طبعا. كم لاعب ولاعيبه هيشاركوا في كاس العالم ده كده؟ اللاعبين المصريين هيشاركوا بسبعة لاعبين، وكان من حقنا اللي احنا نوصل لحد 12. نعم. بس احنا المنتخبات التانية سافرت نيجيريا او هتسافر النهارده بالليل، فهنلعب بيهم في بطولة افريقيا. اللاعبين اللي جايين من بره مصر عددهم 181 لاعب، واحنا السبعه بتوعنا يبقى كله او 180 والسبعه بتوعنا 187. بطوله قويه جدا، جميع المصنفين الاوائل مشتركين. وهدي حضرتك برضو معلومه توري سادة المشاهدين ثقة الدول دي في مصر. قولي. آخر بطولة اتلعبت كأس العالم سلاح الشيش نفس البطولة دي قبل تفشي وباء كورونا شارك فيها 180 لاعب. احنا بنتكلم في 187 يعني بقى. العدد تقريبا أكتر بحاجة بسيطة لكن مش أقل. فما فيش خوف من ناحية الكورونا. أو وشارك 20 دولة في الفرق. النهارده احنا 22 دولة. شارك 29 دولة في الفردي، شارك 33 دولة في الفردي، فاللي انا عايز اقوله ان الارقام لم تتقلص او ما قلتش. برافو عليك انت بتحلل الارقام يا كابتن. ده يدي ثقة ان احنا الاجراءات الاحترازية الطبية اللي مصر اخذتها في السلاح في بطولة الابريل بطولة العالم او في باقي المسابقات، مصر عملت كأس العالم في الهاندبول، في الجمباز، في الخماسي الحديث، في الرماية، في الدراجات. فمصر عملت بطولة دولية في الباسكت الاخير كان بطوله عظيمه جدا في بقى انتركونتيننتال بالظبط. فاللي انا عايز اقوله ان الدول جايه ومفيش ادنى خوف من الفيروس، هو حاجه عالميه لكن الاجراءات الاحترازيه اللي بتتخذ في مصر محدش جه قبل كده واشتكى. بالظبط. يعني مفيش دوله جت ومشت قالت لك لا ده دوله مفيش فيه اجراءات وبتاع، بالعكس هم بيجوا وبيغادروا بكل امان وما بيبقاش فيها اصابات. وبطوله في غايه القوه، جميع المصنفين ال 16 الاوائل على العالم في الفردي كلهم موجودين، ال 16 دوله في الفرق يعني كلهم موجودين. فبطوله قويه جدا، ان شاء الله يكون النتائج اللي احنا متوقعينها، اللي احنا مش نحافظ بقى خلاص يعني كلمه اللي احنا نحافظ على التصنيف السابع ما بقتش، عايزين نتقدم، عايزين نبقى السادس وما نبقى الخامس خلال مده بسيطه بحيث اللي احنا نوصل باريس ان شاء الله في افضل تصنيف عشان يبدا يقربنا الميداليه اكتر باذن الله. وعايز اتكلم حضرتك في موضوع الناشئين والناشئات وكمان ترتيبنا، لان انا عرفت ان احنا تصدرنا الترتيب العالمي، بس خليني انا مذاكر كويس يعني، بس خليني الاول اروح لكابتن احمد في التمويل. يمكن معلش انا برجع للنقطه دي تاني بعد اذن حضرتك، انت كنت اتكلمت فيها بس انا حابب ارجع فيها ودايما اقوله انه بجانب دعم الوزاره الكبير اللي بتقوم بيه الدكتور اشرف صبحي، طبعا دعم مالي واداري وكل شيء وده حاجه تشكر طبعا، ولكن اكيد انتوا كاتحاد ليكم دور انتوا توفروا موارد بجانب موارد الدوله. عملتوا ده او نجحتوا فيه؟ حقيقه كان احنا عندنا رئيس لجنه تنميه الموارد هو نشيط شويه، فهو كابتن عبد المنعم رئيس الاتحاد هو رئيس اللجنه، فهو كان له دور كبير في ان هو قدر يستقطب رعاه، وهو عنده فكره الخاص نتيجه لخبراته المتراكمه في ولعب اولمبي كابتن عبد المنعم طبعا
لا طبعا، بس خبراته المتراكمه في مجال عمله اللي باعتباره رئيس بنك، ف قدر ان هو يوفر عدد من الرعاه، منهم احد الرعاه شركه ابسولوت، شركه امريكيه عالميه متخصصه في الايكويبمنت بتاعت السلاح، في الايكويبمنتس كلها، بخلاف البنك الاهلي. احنا مش عايزين نقول يعني اسامي السبونسر عشان ما يبقاش اعلان، بس طيب العالي ان هم اربع رعاه، منهم احد الرعاه من خارج يعني شركه عالميه كبيره بترعى الاتحاد. طيب بيجيب لكم ارقام كويسه يا كابتن؟ ما هو في في يعني سكيل بس انا حاسس كده. لا 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 انا عايز العب سلاح، انت قلت انا عايز العب سلاح بعد اذنك يا كابتن. انا شفت يا كابتن يعني ما شاء الله اتحاد ناجح، بس يعني قرب لي ارقام يعني سوي يعني الافات ملايين، يعني مش عايز ارقام. لا الافات لا، خلينا نرد على اتفضل يا كابتن. لا عشان هو بيجز العين انا عارف، لو بتتكلم على الافات ولا مين، لا بنتكلم في ملايين وملايين كتير ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله. ده اللي خلى الاتحاد الفتره اللي فاتت هي منظومه يقدر يصرف ويقدر يصرف، وان احنا عندنا فصل تام ما بين الفريق الاولمبي بميزانيه مستقله ليه، وعندنا ميزانيه مستقله لفرق الناشئين. دي اللي خلتنا اللي احنا نقدر زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان احنا النهارده في مجال الناشئين تحت 20 سنه الاتحاد الدولي على مستوى البنين عنده 6 تصنيفات. اول سلاح شيش فردي وفرق، سيف مبارزه فردي وفرق، وسيف فردي وفرق. تمام. مصر 4 من الست احنا الاول ما شاء الله. انا شفت الصور دي وكانت حاجه يعني علامه فخر لما تلاقي علم مصر على قمه التصنيف العالمي. في الفردي في سلاح سيف المبارزه احنا اول وتاني، وفي الفرق الاول، في سلاح السيف اول فردي واول فرق. فالحمد لله ده ما كانش يتاتى غير بوجود دعم مالي قوي، ان احنا خلينا نقول ان الرياضه ما هياش فقط تدريب وحماس، لا يعني الرياضه بقت صناعه وليها تخطيط، وتخطيط جيد جدا يعني. والنجاح بتاعك اللي انت تقدر تستثمر كل الموارد الماليه بتاعتك وتحولها لدعم فني، وما يبقاش الصرف على الجزء الاداري. يعني احنا دايما بنتباهى وبنقول ان احنا الملايين اللي بتجيلنا دي 9% فقط منها بيصرف على الجانب الاداري، و91% بيصرف على المنتخبات. انا مش عارف اقول يا كابتن والله العظيم. انت بتحقق لي يعني بصراحه احلامي وطموحاتي اللي انا طول عمري بحلم اشوفها في اي اتحاد. بس انا عايز اعمل لينك بين حاجتين. يعني انا حاسس اني بتكلم او بشوف منظومه وفكر النادي الاهلي بيتطبق في احد الاتحادات. النادي الاهلي هو ده فكره، رعاه، سبونسرز، فكر اقتصادي. خلي بال حضرتك احنا السنه دي خدنا يعني جايزه كبيره جدا من دوله الامارات، ان احنا يعني اكبر مؤسسه قدرت تعدي بازمه كورونا بالنادي بتاعها، ومش بس رياضيا لا اداريا. فانا حاسس ان فكر ولينك النادي الاهلي ده بيتطبق في احد الاتحادات. شايف اللي انا شايفه ده؟ اتمنى ذلك. اتمنى ان اتحاد السلاح يحذو حذو النادي الاهلي بما يقوم به من يعني على مستوى اداري ومستوى فني ومالي. الاهلي قدوه، واحنا يعني نتمنى ان احنا يعني انا سعيد انك بتشبهنا بالنادي لا ده حاجه لا ده حاجه جميله، لانه اللي عايز النجاح هو طريق النجاح واحد، طريق النادي الاهلي. مش عايز اقول كده هتقول انا متحيز، بس هو النادي الاهلي بياخد طريق النجاح. فطريق النجاح مش حكر على النادي الاهلي، ولكن هو فكر واحد، امور يعني ثابته. بس برضو يعني ارجع واقول المديرين الفنيين، مديرين فنيين المنتخبات، هل استعنت؟ ضحكت طبعا. انا بص خلي بال حضرتك، اصل انا ولاد الالعاب دي، يعني انا يعني انا كل اصحابنا واخواتنا انا يعني مولود هنا. انا هنا هختلف بقى شويه عن النادي الاهلي. تعالى لي بقى قول. انا ليا فلسفتي الخاصه مع زملائي ان المدربين لازم يبقوا مصريين. فانا ما عنديش ولا مدرب اجنبي. انا معتمد اعتماد كلي على المدربين المصريين الشباب. فما جبتش اي خبراء اجانب، ومعتمد على هاند ميد ايجيبت ميد، مش هاند ميد، ايجيبت ميد، ايجيبت ايجيبت. الحمد لله. انا بحس ان استثمار في العنصر البشري مهم، فاحنا بنستثمر في الولاد بتوعنا ونتحمل بعض. يعني ممكن بدل ما انا لو صلوا وصلوا في سنتين اوصلوا في 4، بس اوصلوا بالكوادر المصري. فاحنا خدنا قرار، احنا امبارح كان عندنا اجتماع مجلس اداره، احنا لحد باريس احنا المدربين بتوعنا هم
واللي احنا بندفعه للاجانب ندفع للمصريين بسخاء، ومش عشان هو مصري ما نكرموش، ان هو ممكن يجي له عقد عمل في اي دوله اوروبيه، ان هو عنده مصنفين الاول. انا فخور انه مدير فني، انا خليه انه فخور. وهتقابلنا بقى الفتره الجايه مشكله، اللي احنا الطلبات اللي بتيجي للمدربين المصريين ان هم يطلعوا دول عربيه واوروبيه، ومنهم طلبات من دول اوروبيه متقدمه جدا في رياضه السلاح، عايزين يتعاقدوا مع مدربين مصريين. بعد باريس احنا كنت بقول امبارح ما عنديش اي مانع ان بعد ما العقود تخلص، انا عملت عقود لحد باريس عشان اضمن ان الناس ما يسيبوناش، بعد كده هم سفراء لبلدهم يروحوا في كل حته وربنا يوفقهم، واحنا نعمل زيهم جيل واثنين وثلاثه، وان شاء الله ربنا يوفق، و28 هتبقى افضل من 24 اللي هي ان شاء الله هتبقى افضل من 20 ان شاء الله. انا لازم اطلع الفصل فضل. يعني انا بصراحه يعني الكلام حقيقي يعني مخليني انا مش يعني مش ما شاء الله اتحاد ناجح، وكنا عايزين نجيب ده وحريصين نجيبه ونعرضه للساده المشاهدين. خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا تاني عن هذا النجاح اللي بيحققه اتحاد السلاح، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ويعني ما زلنا في حلم طبعا اتحاد السلاح والانجازات اللي بيعملها الحقيقه والتخطيط، وحاجه يعني رائعه. خلينا نيجي برضو لحضرتك، عملت الطريق الاصعب ان انت اخترت مديرين فنيين مصريين وكوادر مصريه، وهو الطريق الاصعب، كنت ممكن تجيب اسم كبير وتسهل على نفسك الدنيا، تشتغل على الاثنين كبار وصغيرين ناشئين، عندك شورت تيرم بلان ولونج تيرم بلان، وايضا مرحله متوسطه، قسمت من اول ما جيت ماشي بتخطيط جيد جدا. طيب انت على المستوى الشخصي نائب رئيس اتحاد دولي، اكيد لك طموحات عالميه، اكيد لك طموحات على مستوى العالم، طموحاتك ايه؟ طموحاتي في الاتحاد الدولي اللي انا المره دي يعني نجحت كمكتب تنفيذي ثم انتخبت داخل المكتب التنفيذي كنائب للرئيس. طموحاتي اللي انا اطور السلاح في العالم، هبتدي بافريقيا وهي محتاجه تطوير، ثم ببص طبعا في المقام الاول على بلدي، ثم بعد كده نشوف الاتحاد الدولي نقدر نوصل فيه لحد فين كمصريين، سواء لجان او سواء مكتب تنفيذي او سواء رئاسه الاتحاد الدولي. مش بعيد اللي احنا بعد فتره لما يكون عندنا الخبرات اللازمه اللي احنا نفكر فيه ان اتس تايم يعني ان رئيس الاتحاد الدولي يبقى مصري. نفس الشيء برضو الطموحات ان احنا لازم مصر يكون ليها الفتره اللي جايه تواجد في اللجان الاولمبيه الدوليه كلجان او كمجلس اداره. يمكن بعد الدكتور حسن مصطفى احنا بعدنا خالص عن اللجنه الاولمبيه الدوليه، ما عادش في ممثل في البورد بتاعها، مش بيتكلم على اللجان. هو دلوقتي الدكتور حسن ربنا يديله الصحه، هو استاذ اداره طبعا وقدوه ومثل ليا برضو، اللي احنا نسلك نفس الطريق اللي هو خده. انا طموحي الحمد لله يعني سقف الطموح عالي، وبشوف ان هو تواجدنا خارج مصر هو كسفير للدوله المصريه هو ده الانسب لشخصيتي وطموحي. خد طريق النادي الاهلي وانت هتلاقي الدنيا. أيوة. وبرده كابتن احمد يعني اجي لحضرتك، يعني اكيد من ضمن اهداف اي اتحاد هو نشر اللعبه، ويمكن اخد الكلمه دي من الكابتن عبد المنعم انه قال انا عايز انشر لعبه افريقيا وطبعا مصر والكلام ده كله. طيب انتوا منذ توليكم المسؤوليه وحضرتك ليك باع طويل مع الاتحاد، كنت كذا دوره موجود، هل كل سنه عن سنه بيزيد القاعده بتاعتنا ولا لا؟ طبعا كل يعني بيزيد، لكن مش الزياده اللي احنا بنأملها. يعني يمكن كابتن منعم قال ان احنا كنا في مجلس الاداره امبارح، اللجنه العلميه عامله مشروع للدكتوره اماني زميلتنا، هي دكتوره في كليه التربيه الرياضيه ومتخصصه في المجال ده، عامله مقدمه مشروع قوي جدا لنشر رياضه السلاح في المدارس، ويمكن اتعرض على السيد الوزير والكابتن عبد المنعم عرضه وعمل دعم للفكره، لاقت القبول المبدئي وهتدخل في حيز الدراسة من الوزارة في الفترة اللي جاية. طيب في المدارس يبقى في تنسيق مع وزارة التربية والتعليم ولا؟ مظبوط. طبعا يعني لازم يكون في بروتوكول مع وزارة الشباب، وانا عارف ان في تنسيق عالي دلوقتي ما بين الوزارتين في كذا يعني حدث وكذا مناسبة بيتم التصريح بده، فهل هتستغلوا ده في حيث ان انتوا توصلوا لأبعد نقطة من خلال التنسيق ما بين الوزارتين؟ ده اول هدف
في او اول مبدا في البروتوكول ده اللي هي التنسيق بين الاتحاد ووزاره الشباب والرياضه ووزاره التربيه والتعليم. بروتوكول ثلاثي زي ما كابتن احمد اتفضل وقال بين الاتحاد المصري للسلاح ووزاره الشباب والرياضه ووزاره التعليم العالي او اسف وزاره التربيه والتعليم. وجزء كبير من التمويل هيبقى من خارج مصر. كدونيشن او من الاتحاد الدولي. وده بقى اللي بقوله تواجد المصريين في بيساعد في هذا الموضوع. السلاح لعبه فرعونيه ويشهد على ذلك المعابد والصور اللي على المعابد وهي التحطيب. فاعتقد ان هو جينات المصريين. جينات المصريين. انت لو حضرتك نزلت في الصعيد وفي بعض المدن في الريف التحطيب لسه شغال يعني. وهو ده دي بدايه السلاح اللي كان متاخد على السلاح اللي هي لعبه مكلفه جدا وصعب و و و الكلام ده لما بتوصل للمستويات العليا. لكن لو على مستوى الناشئين والمدارس انت تقدر تلعب ان شاء الله بسيوف بلاستيك او خشب حتى. تتعلم التكنيك والفوت ورك والحاجات دي مش محتاج ايكويبمنت خالص خالص. واول ما تاخد ستيب اعلى اكيد هتلاقي اللي يساعدوك. المنتخب بقى تعالى المنتخب وهنصرف عليك من الشركات الراعيه. صحيح. فهي منظومه يعني بس لازم السلاح ينتشر في المدارس ومش يعني التركيز مش على مدارس القاهره واسكندريه. احنا عايزين نركز على المدارس اللي في الوجه القبلي والوجه البحري. تروح لنقطه بعيده. هروح لنقطه بعيده عشان تزود القاعده. وانا متاكد ان القياسات اللي احنا عاملينها اللي احنا بنختار على اساسها اللاعبين واللاعبات هتتواجد يعني بكثره خارج العاصمه والحاجات اللي حواليها. حاجه تسعدنا. بس ارجع للنقطه حضرتك قلت لي ان ميزانيتك 9% منها بتنفق على حاجات اداريه او امور اداريه و 91% على المنتخبات. انا من هنا بقترح انه يبقى فيه زي كشف حساب لاي اتحاد انت انفقت ايه على المنتخبات. لانه الحقيقه انا شايف انه منتخب يعني اتحاد يعني اسمه مصر. فلو الفلوس ما توجهتش للانفاق على المنتخبات طب لازمتها ايه؟ يعني لو انا ما قدرتش اوفر بادجت للاتحادات طب او بادجت لسوري المنتخبات طب انا بعمل ايه؟ يعني انا قصدي اقول انه فكره باخد من كلام حضرتك ان لازم يكون في طريقه ما يمونيتور ازاي الاتحادات بتصرف على المنتخبات يا كابتن. احنا بنحط في كل مجلس اداره بيتعرض البنود الماليه وعنصر اساسي نسبه المصاريف اللي اتصرفت على الشق الاداري ومقابل ليها الشق الفني. وبتتبعت كل شهر بانتظام للجنه الاولمبيه المصريه ووزاره الشباب والرياضه. وبيبقى فيه تعقيبات وعلى بعض الامور دي من الامور اللي احنا نجحنا فيها. واعتقد ان هي مش صعبه على اي اتحاد ان هو يبص على اوجه الانفاق. نسبه اساسيه انت بتصرف كام على احنا موجودين ليه؟ موجودين عشان المنتخبات وعشان نشر اللعبه وعشان وعشان. لو المرتبات بتاعه الجزء الاداري هي اللي هتاخد الجزء الاكبر من الميزانيه فما فيش تقدم. صحيح. بس فاحنا بتوجه الانفاق للاعب لصقل اللاعبين لصقل الاجهزه الفنيه. هو ده اللي هيترجم في الاخر لاسم مصر. وبعد كده كل اللي حضرتك بتقوله هيجي. صحيح. يعني انا لما اترتب في الرانك العالمي اقدر اتكلم مع ده واتكلم مع ده واتكلم مع الاتحاد الدولي واحط. انما طول ما انا بعيد طول ما محدش يعني انا اسف يعني محدش هيقول لك يا عم ده يعني بس هم يعني متعثرين. انما لما بتبقى جامد الناس كلها بتبقى تعمل لك حساب وبتؤمن بفكرك. صحيح. وبتؤمن بفكرك. طب كابتن احمد يمكن هروح على يعني احنا اتكلمنا على قطاع الناشئين وحضرتك بتبصوا ان انتوا توسعوا في المدارس وتنتشروا في المدارس ودي فكر جاي جدا فكر جاي جدا. طيب على مستوى الانديه انتوا جمعيتكم العموميه كام نادي؟ الجمعيه العموميه 12 نادي. 12 كافي يا كابتن؟ لا اكيد مش كافي. عايز اكيد تزوج. مش كافي طبعا. هي يعني الفتره اللي جايه برضو هيبقى في ان شاء الله انضمام ثلاث او اربع هيئات ان شاء الله. احنا في الطريق دلوقتي بيها. طب ازاي تشجعوا الهيئات انها تاسس للسلاح عندها؟ بتعملوا ايه؟ انا عايز اقول لك بس ان في دور المفروض الاعلام عليه دور في الموضوع ده. يعني لو رجعنا ورا شويه هتلاقي ان السكواش ما كانش موجود ثم اصبح موجود نتيجه الكابتن احمد براده ونتائجه اللي عملها احمد وانتشر عمل نتيجه الاعلام اهتم وهكذا. حضرتك تفضلت النهارده ودعيتنا فاحنا الناس بتتفرج وبتتعرف. ده
دور من وجهة نظري 70% يحقق الانتشار، لأن الناس هتفهم وهتشوف وهتتفرج وهتسعى إن هي تسأل وهكذا. ده 70% بشكل ما خارج إيدينا إحنا. 30% اللي عندنا إن إحنا بنستغل الرعاة الاتحاد عملهم أو كابتن عم منعم عملهم، لأن ده هيخلي فيه سوشيال ميديا تشتغل صحيح، وتنشر اللعبة بشكل كبير، وتحبب الهيئات الرياضية إن هي تأسس للعبة دي، ولازم كمان تدعم. يعني إحنا كاتحاد لازم ندعم الهيئات سواء فني، وده إحنا من خلال المدربين المصريين اللي إحنا تعاقدنا معاهم المدة دي كلها بيشتغلوا مع المنتخبات، وبنبعت الأندية اللي إحنا نقول نقدر نساعدكم لو في الأندية ما عندهاش إمكانيات إن هي تدفع فلوس المدربين، إحنا نتحملها، بنتحمل جزء كبير جدا من الأدوات بنبعتها الأندية على سبيل الأمانة ان هم يدربوا عليها ويردوها تاني. الحقيقة قلت كلمه ممتازه جدا كابتن هيثم لما احمد بيقول ان هو الاسكواش، فقلت النتائج، والنتائج بتاعتك هي النتائج يعني وانس ان احنا ابتدينا نستمر، ما هو اللي احنا نحقق نتيجه مره او اتنين دي سهله، صحيح. هو الاستمراريه طبعا. الاسكواش نجح ليه؟ استمراريه جيل ورا جيل ورا جيل، فهو الاستمراريه دي اللي خلت الناس كل اب وام يحبوا يشوفوا ولادهم في هذا التطور. صحيح. السلاح في البداية لسه ما أقدرش أقول اللي أنا الحمد لله عملنا شغل ممتاز جدا، لكن بعد 4-5 سنين لما نمشي على نفس المستوى ده نقدر نقول اللي احنا نجحنا كسلاح من خلال الاستمرارية. انا عايز اقول لحضرتك ان الوقت مر سريعا يا كابتن، انا مستمتع. احنا ممكن نفرد الوقت للحلقه ساعتين لان انجازاتكم كبيره يا كابتن عبد المنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح. بشكر حضرتك، نورتينا. بشكرك وفي غايه السعاده اني موجود في قناه النادي الاهلي. ده شرف لينا وتنورنا وتشرفنا اي وقت يا كابتن. بشكرك. كابتن احمد سمير عضو مجلس اداره اتحاد السلاح والمصري طبعا ومدير بطوله كاس العالم القادمه، بشكرك شكرا جزيلا. بشكرك كابتن هيثم. اعزائي المشاهدين، دي كانت احد النماذج الناجحه، ونتمنى يعني يبقى هذا الفكر وهذا النظام الإداري والفني في كل الاتحادات. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وإلى حلقة جديدة من الأبطال.